أثارت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بيروت وإعلانه أن بلاده ستقدم 15 مليون يورو للمدارس المعتمدة اللغة الفرنسية في لبنان السؤال عن ماهية الفرنكوفونية وأهميتها كتجمع دولي يعرف بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية. Créée en 1970, l'Organisation internationale de la Francophonie donne corps à une solidarité active entre 88 États et gouvernements membres. الفرنكوفونية منظومة مؤسسية تنظم العلاقة بين البلدان التي تتشاطر اللغة الفرنسية إما كلياً وإما جزئياً، وتضم راهناً 54 دولة وحكومة عضواً وسبع دول أعضاء منتسبة و27 عضواً مراقباً، وهي مكلفة أربع مهمات أهمها ترويج اللغة الفرنسية وتعزيز السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم التعليم والتدريب المهني، إضافة إلى توطيد التعاون لخدمة التنمية المستدامة. وفرنسا البلد الأم ومنشأ هذه اللغة، في حين تأتي كندا في المرتبة الثانية نطقاً بالفرنسية بعد فرنسا، تليها سويسرا، فبلجيكا في المرتبة الرابعة. اتسع مفهوم الفرنكوفونية مع الوقت من تعاون ثقافي ولغوي إلى تضامن سياسي واقتصادي بين أعضاء هذه المجموعة أو المنظمة الدولية التي أسست عام 70 ومقرها مدينة باريس. واضح بأنه التدخل السياسي بين الدول الفرنكوفونية هو ضعيف إلى حد معين، لا يزال هذا تجمع ثقافي لغوي بالدرجة الأولى والأساسية، حتى ولو تطرق إلى جوانب أخرى اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو غيرها. ومن بين الدول الأعضاء في المنظمة دول عربية مثل لبنان والمغرب وتونس وجزر القمر وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. لبنان لا يزال يمارس ويعلم ويدرس اللغة الفرنسية بكل أرثوذكسيتها، يعني بكل أصوليتها اللغوية، فيما اللغة الفرنسية تعاني عبر العالم من دخول فعلاً اللغات أجنبية كثيرة عليها عدلت فيها وغيرت طبعا. لبنان أعطى جورج شحادي الكاتب والشاعر العظيم الذي ترجم بحوالي 30 لغة أجنبية والذي لعب من البولشوي ومن الكوميدي فرانسيز. لبنان أعطى أمين معلوف أخيرا، لبنان أعطى كلير جبيلي، لبنان أعطى صلاح ستاتي، لبنان أعطى الفرنكوفونية الكثير الكثير، ويعتبر كركيزة أساسية بالدول الفرنكوفونية، فمن غير المستغرب بأن تقوم فرنسا بهذه الأزمة بالذات بدعم التعليم الفرنسي. ولبنان في عداد الدول الأولى التي ساهمت في إعلاء صرح الفرنكوفونية، وقد اطلع بدور رئيس في إنشاء المنظمة الحكومية الدولية الأولى للفرنكوفونية. وقد أعرب شارل حلو رئيس الجمهورية اللبناني آنذاك عن رغبته في إنشاء هيئة دولية تجمع بين الدول الناطقة كليا أو جزئيا بالفرنسية، ويتجلى هذا الامتياز للفرنكوفوني بأبهى حلله في النظام القانوني اللبناني المستوحى إلى حد كبير من القوانين الفرنسية. دارين دعبوس، قناة الجديد.